مساء الخير. النهارده هنتكلم في ترانسفورميشن. الترانسفورميشن سيستم ده فرد نظام فرد كلي للشعر من تشي، بيعالج الشعر، بيفك الكسره في الشعرايه بنسبه 90%. اول حاجه لازم نبقى عارفين نحلل الشعرايه الاول عشان نعرف احنا عندنا نوعين من الترانسفورميشن، الاحمر والازرق. الاحمر والازرق، الازرق للشعرايه المسبوغه او معالجه كيميائيا، الاحمر للشعرايه الفيرجن الطبيعيه او المقاومه. فاحنا عندنا نوعين نقدر نشتغل بيهم. هقدر اشتغل بالنوعين لو انا عندي الجذور طبيعي والشعر تحت مسبوغ، اقدر اشتغل بالنوعين الاحمر والازرق مع بعض، وهنوريكم ازاي نقدر نشتغل بيهم في المرحله الجايه. الحاجة التانية ان لازم نعرف الشعراية اللي عندي دلوقتي هل هي طبيعية ولا مسبوغة ولا ايه. ببتدي احلل الشعر، اعرف ان دي شعراية طبيعية، فابتدي الجأ للاحمر اللي هو اللي انا هشتغل بيه دلوقتي. بيبقى عندنا فيز 1 وفيز 2. فيز 1 ده السيستم الكريم اللي بنحطه على الشعر عشان نفك الكسرة، وبعد كده في اخر مرحله خالص بنستخدم فيس 2، وهنوريكم ازاي نستخدمه في الفيديو ده دلوقتي. في الاول اول ما ابتدي اعمل تشي ترانسفورميشن، بعد ما حللت الشعر وعرفت ان انا هقدر استخدم انهي نوع، بنبتدي نغسل الشعر. بنغسل الشعر بالانفرا شامبو كويس جدا، وفي المرحله دي ما برهقش الشعرايه في الغسيل، بغسل الشعر كويس، وبعد كده ببتدي احط الانفرا تريتمنت ونسيبه 5 دقائق على الشعر، وبعد كده بنجففه، وبعد كده بنحط الكيراتين ميست والحرير. دلوقتي هنشوف الخطوات عمل. دلوقتي هنبتدي مرحله غسيل الشعر، وزي ما قلنا ان لازم نغسل الشعر كويس بس ما نرهقش فروه الراس في الغسيل. بنبتدي نغسل الشعر بشامبو الانفرا شامبو. بنبتدي نجففه بالراحة بالفوطة قبل ما نحط الانفرا تريتمنت بتاعنا. ودلوقتي بعد ما نشفنا الانفرا تريتمنت الشامبو الشعر كويس، بنبتدي نحط الانفرا تريتمنت ونسيبه 5 دقايق. بنبتدي نوزع الانفرا تريتمنت على الشعر كويس. دلوقتي بعد ما غسلنا الشعر كويس وحطينا التريتمنت بتاعنا وسيبناه 5 دقايق وجففنا الشعر بالفوطه، بنبتدي نعمل المرحله الثالثه وهي الكيراتين ميست. بنرشه كويس قوي على كل الشعر من الجذور لاطراف الشعر. بعد كده بنبتدي نحط السلك انفيوجن. احنا بعد ما دلوقتي حطينا الكيراتين ميست كويس على الشعر وحطينا السلك انفيوجن بتاعنا، بنبتدي نجفف الشعر بالكامل. كده بعد ما جففنا الشعر كويس بنبتدي نطلع الحزام اللي في فروه الراس او الداير ما يدور الاوت لاين دوت، نبتدي نخرجه بره عشان ده بنعمله في اخر حاجة في السيشن بتاع الترانسفورميشن.
بتبقى كده التقسيمة بتاعتنا، بتبقى داير ما يدور فروة الراس، بنطلع الاوتلاين البراني دوت ونخليه في الاخر بنحطه مع الشعر. نبتدي نحط الترانسفورميشن على الشعر، بنبعد عن الروتس او الجذور بنسبة نص سنتي زي ما هنشوف دلوقتي. كده تمام، بعد ما قسمنا الشعر وطلعنا الاوتلاين البراني زي ما انتوا شايفين كده، بنبتدي نوزع مادة الترانسفورميشن على الشعر، بنبعد عن الجذور بنسبة نص سنتي تقريبا، وما بنمشط الشعراية قبل ما بنحط المادة، مادة الترانسفورميشن. واسيب النهايات بتاعتنا في الاخر. دلوقتي احنا خلصنا توزيع الترانسفورميشن كله على الشعر، خدنا قسمنا الشعر زي ما كنا مطلعين الاوتلاين بتاع الشعر من بره داير ما يدور، حطينا المنتج كله، وبعد كده في الاخر خدنا الحزام الاخراني ده ووزعنا عليه، ووزعنا بقية المنتج على الاطراف. الشعراية المقاومة او العنيدة او الاحمر عامة بنسيبه 25 دقيقة، الشعراية المعالجة كيميائيا او مسبوغة اللي هو بنشتغل بيه بالازرق ده بيقعد حوالي ربع ساعة، وكل خمس دقايق بنبتدي نيجي نعمل تيست للخصلة زي ما هنشوف دلوقتي. دلوقتي احنا حطينا المنتج كويس زي ما قلنا، بنبتدي كل من 3 لـ5 دقايق نختبر الخصلة ونشوفها استجابت معانا ولا لا. في ساعات ممكن تبقى منطقة استجابت والباقي لسه، فالمنطقة اللي استجابت ديت بنبتدي نشطفها بسرعة. بناخد خصلة صغيرة من منتصف الرأس وحاجة بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده، اول ما احس ان هي هتبتدي فكت الروابط اللي جواها ببتدي اشطف، بس احنا بنتأكد من 3 مناطق، من نص الشعر والجزئية الاعلى فروة الراس. كده اتأكدت، ولازم في المرحلة دي احتفظ بالشعر مفرود تماما لتحت، ولازم تبقوا فاكرين كويس قوي ان احنا ما بنمشطش الترانسفورميشن على الشعر، بنحافظ عليه هو مفرود بس ما بنمشطش الشعر. 5 دقايق وهنبتدي نشطف الشعر ونشوف الخطوه الجايه. احنا فحصنا الشعر كويس ولقينا ان كل الروابط بتاعت الشعر اتفكت، فهنبتدي دلوقتي في مرحله شطف الشعر، هنشطف الشعر كويس قوي ونتاكد ان الماده بتاعت الترانسفورميشن نزلتها من على الشعر، وبعد كده ببتدي احط انفرا تريتمنت. في المرحله دي ما بحط الشامبو خالص، بحط الانفرا تريتمنت بس واسيبه 5 دقايق عشان اقدر ادخل صوابعي جوه الشعر واتاكد تماما ان ماده الترانسفورميشن نزلت على الشعرايه. هنشوف دلوقتي الخطوه دي. دلوقتي جينا عند مرحله شطف الشعر، نبتدي نشطف الشعر كويس قوي. طبعا لو الشعر طويل بنحتاج نشطف من 5 لـ10 دقايق، لو الشعر قصير 5 دقايق نشطف الشعر كويس. بعد ما شطفنا كده كويس قوي هبتدي احط
الانفرا تريتمنت. الانفرا تريتمنت وابتدي اوزع في الشعر كله. اتاكد ان الشعر كله خد الانفرا تريتمنت كويس. دلوقتي احنا شطفنا الشعر كويس قوي وحطينا الانفرا تريتمنت وسبناه 5 دقايق. في المرحله دي انا بجفف الشعر من الميه بالراحه بالفوطه كده زي ما حضراتكم شايفين كويس قوي. وبعد كده احنا في الفيز الاولاني اللي احنا حطيناه ما بننتظرش نسبه فرد لان هو يدوبك فكينا الروابط. المرحله الجايه دي اهم مرحله في ان احنا نوصل لنسبه فرد كويسه. فدلوقتي احنا نشفنا الشعر وجففناه كويس، ببتدي احط الحرير السلك انفيوجن زي ما حضراتكم شايفين بكميه كبيره على الشعر كله. مهم جدا ان احنا نحط حرير في المرحله دي بكميه كبيره عشان بغذي الشعر برجع له الاحماض الامانيه. دلوقتي بعد ما حطينا السلك انفيوجن الحرير كويس على الشعر كله ببتدي اخد خصله خصله واعملها بالسشوار. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا السشوار هنبتدي نعمل كبس الحرير بالفير، والمرحلة دي مهمة جدا. نبتدي ناخد خصلة خصلة ونمشي عليها بالراحة. برضو في الخطوه ديت لو حسينا ان الشعر محتاج حرير بنبتدي نزود الشعر. دي اهم مرحله في مرحله الفرد اللي هي كبس الحرير. بناخد خصل صغيره كده ونمشي مرتين ثلاثه على الخصله مع تمشيط. باخد اتجاه نمو الشعرايه، من اتجاه نمو الشعرايه ببتدي اسحب الخصل اتجاه نمو الشعرايه ببتدي اعلى معاها بنفس الطريقه دي كده. في المنطقه اللي في اعلى منطقه في فروه الراس ببتدي اخد الشعر على فوق كده طبعا. في الخطوه ديت ما بعملش اي كسره في الشعر خالص، ببتدي افرد الشعر كويس لتحت واعيد عليه مره واثنين وثلاثه. لان اهم مرحله في الترانسفورميشن هي مرحله كبس الحرير. دلوقتي بعد ما خلصنا كبس الحرير كويس بالسشوار والفير
وتأكدنا ان الشعر كله بقى مفروض كده بالفير، هنبتدي نعمل المرحلة التانية وهي فيس 2، اللي هو احنا بنربط على الشكل اللي احنا وصلنا له، فهنبتدي نحط على كل الشعر زي ما هتشوفوا دلوقتي. كده ببتدي احط على كل الشعر فيز 1 بيرفع لنا البي اتش بتاع الشعر عشان نقدر ندخل الحرير عشان نفك الروابط اللي في الشعر ونغذي الشعر بالحرير بتاع سيلك انفيوجن. وبعد ما دخلنا الحرير جوه الشعر ورجعنا الاحماض الامينيه اللي كانت الشعريه فقدتها وفكينا الروابط، بنحط فيس 2 عشان يعمل ينزل البي اتش بتاع الشعر للمعدل الطبيعي بتاعه ويثبته على الشكل ده. نحط كويس قوي ونتأكد ان فيس 2 الشعر كله شربه، وبنسيبه 5 دقايق وبعد كده بنشطفه كويس قوي. بنشطفه مش بنحط شامبو، بنشطف الشعر كويس قوي زي ما هنشوف الخطوة الجاية. كده احنا خلصنا، حطينا الفيس 2 وسيبناه 5 دقايق، بنبتدي مرحلة الشطف، ولازم نشطف كويس جدا في المرحلة دي. بعد ما اتأكدنا ان الشعر اتشطف كويس ببتدي احط الانفرا تريتمنت ونسيبه 5 دقايق. دلوقتي يعتبر كده احنا خلصنا عملية فرد الشعر وشطفنا الشعر كويس، فدلوقتي انا بنشفه بالراحة بالفوطة من المية وببتدي احط الحرير سيلك انفيوجن على كل الشعر، وتقدري تسيبيه كده او زي ما تحبي بقى الستايلينج بتاعك، عايزة تطيريها والسشوار، عايزة تعملي له جاست كده حركة بالفير الفلات. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا نشفناها وسشوار بس، والشعر يا رب تكون النتيجة عجبتكم. وده كان قبل، ده قبل وده بعد.